يعني ايه تنظر بعين العطف في السياسه؟ يعني يترجم ازاي كاجراء؟ يعني انتوا لو عملتوا ده احنا مش هنعارض، ولا احنا هندعمكم عشان تعملوا، ولا احنا اللي هنعمل ده وانتوا هتستفيدوا منه، ولا انتوا اللي هتنفذوه، ولا ايه؟ مش واضح. ثم ده ايه؟ إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. سيبك من السؤال القديم بتاع وطن ولا دولة، ده شفناه، لكن في فلسطين، يعني مش إعلام فلسطين كلها وطن قومي، لا، في فلسطين، يعني مبدئيا في بلد اسمها فلسطين، والوطن القومي ده هيبقى فيها. فين في فلسطين؟ طب ايه حدوده؟ مش انتوا بتوع الحدود؟ يعني منين لفين؟ يحدوا ايه؟ جنوبا، شمالا، شرقا، غربا؟ هل الوطن ده لليهود المقيمين بالفعل في فلسطين، ولا هيستقبل يهود من خارج الارض؟ وهيستقبلهم ازاي؟ وباي اعداد؟ وباي صفة؟ هو اصلا مش كده حضرتك بتعترف انه في مكان اسمه فلسطين؟ يعني انت ما قلتش الشام، ما قلتش شرق القناة، ما قلتش جنوب غرب البتاع، انت قلت فلسطين، بغض النظر رسميا ودوليا ايه الموضوع، بس فلسطين دي ما تعني لكش حاجة؟ ثم تستمر في الخطاب اللي هو أساسا قصير.